الخيق سعود إليك. عود مرة أخرى السيد نزيه خياط. السيد الخياط، اليوم نتحدث عن سيناريوهات الرد على اغتيال إسماعيل هنية في قلب طهران، والحقيقة هناك ردود فعل قوية من المسؤولين الإيرانيين على رأسهم المرشد علي خامنئي، الذي نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن 3 مسؤولين إيرانيين مطلعين أنه أمر بضرب إسرائيل مباشرة ردا على اغتيال هنية أمس الأربعاء. في أي إطار تقرأ ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز في البداية؟ يعني المراقب للموقف الإيراني خلال السنوات الماضية على أثر اغتيال قيادات محورية في النظام مثل قاسم سليماني، لم يعلن المرشد خامنئي السيد خامنئي هذه مواقف تصعيدية كالتي حصلت مع اغتيال إسماعيل هنية، وهذا وخاصة أنهم هم من رفعوا شعار الصبر استراتيجي. لذلك أنا أعتقد أن هذا التصعيد الإعلامي في المواقف الإيرانية حتى الآن هي فرضته ضرورة فداحة وانكشاف الساحة الإيرانية أمام الموساد والمخابرات العسكرية الإسرائيلية، بغض النظر عن الطريقة التي نفذت بها، هل هي صاروخ من مبنى مجاور لمكان إقامة إسماعيل هنية الذي مقيم في مبنى تابع للحرس الثوري، أم هو من خارج كما أعلنت إيران من خارج من بلد إلى بلد. يعني بمطلق الأحوال الحجج والتبريرات التي تطلق أنا بتقديري هذا يدل والمتناقضة أو فيها نوع من التخبط والإرباك الكبير، لأنه بالمعنى السياسي فضيحة أنه أن يكون إسماعيل هنية موجود عم بيهني بانتخاب رئيس جمهوري وفي ضيافة الحرس الثوري ويتم ثاني يوم اغتياله. فبالتالي لا شك أربكت بشكل جدا ومثل ما يقولوا ضربة عن النافوخ سياسيا ومعنويا بالنسبة لإيران. فبالتالي طبعا هو يبحث أنه أوعز بضرورة الرد، ولكن متى سيكون الرد؟ يعني أنا أعتقد بأن من يريد أن يرد لا يعلن، من يريد أن يسأر وينتقم يبقي هذه المسائل، وخاصة في صراع كبير حاصل في المنطقة، صراع جيوسياسي غير مسبوق اليوم يحصل في المنطقة. هذه الإجراءات عنوانها تنفيذي وليس دعائي. الدعائي والإعلان الإعلامي هو نوع من الامتصاص للغضب العام الذي رافق وواكب عملية اغتيال إسماعيل هنية في وسط طهران، علما بأن الموساد أيضا لم يقصر مع الإيراني. أنا ضد موضوع التواطؤ والمؤامرة، أنا لست مع هذا المنطق، ولكن هناك فجوة مخابراتية أمنية كبيرة تعاني منها إيران. إذا يعني منذ 4-5 سنوات قام الموساد بسحب 7 طن من أرشيف المشروع النووي الإيراني طوال عشر. نعم سيد خياط، نعم وصلت الفكرة. فهذا نعم سيد خياط. سأعود إليك، أتوجه لي السيد محمد القيق.